بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. كنا مع آدم وهو في الجنة، وكان معه إبليس، واستطاع إبليس أن يقحم آدم في التجربة الخطرة، حيث زين له أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، وهكذا استغل إبليس طهارة آدم وثقته بمن حوله، لأنه لم يدخل في التجربة التي قد توحي له بأن هناك من يكذب، وأن هناك من يخون، وأن هناك من يغش، لأن الله خلق آدم على فطرة الإخلاص وعلى فطرة الإيمان وعلى فطرة الطهارة. وهكذا بدأ إبليس ينفذ إلى آدم من خلال أنه جعله يعيش في غفلة عما هو فيه، فزين له ولزوجه أن يأكل من الشجرة، وكان ذلك هو الذي أنزلهما من السماء إلى الأرض وأخرجهما من الجنة. ولكن آدم رجع إلى الله وأناب إليه، فتقبله الله بقبول حسن و جعله يعيش المسؤولية في هذه الأرض، وأفسح له المجال من أن ينتج ذرية من بعده. وانتهت تجربة آدم، وانتهى الحديث مع آدم، وبدأ الحديث مع بني آدم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباساً ليواري سوآتكم. فقد هيأ الله للإنسان، هيأ له أن يستر جسده وأن يستر محل الحياء من جسده، أن يستر عورته، فيما هيأ له من أصواف الغنم وغير الأصواف الأنعام وأبوابها وأشعارها ونحو ذلك مما يمكن أن يستر الإنسان. وبدأ الناس يهتمون بلباسهم الذي تعاملوا فيه من أجل ستر عوراتهم،
بدأ الناس ذلك، وبدأوا يختارون اللباس الجيد وريشاً، وأنزل الله عليكم ريشاً من أجل أن يمثل أفخر اللباس بالنسبة إليكم، وكانت كل اهتماماتكم في اللباس فيما تلبسون، وبدأتم تنظرون إلى الناس من حولكم حسب نوعية لباسهم. فإذا رأيتم إنساناً رث الثياب لا يلبس من الأشياء من الثياب إلا الحقير نظرتم إليه باحتقار وإن كان عظيماً في نفسه، وإذا رأيتم إنساناً يلبس الثياب الجيدة نظرتم إليه باحترام وإن كان لا يستحق هذا الاحترام. أصبح اللباس عندكم قيمة، ولكن يا بني آدم ولباس التقوى ذلك خير. الله سبحانه وتعالى يقول لكم إن اللباس يستر عوراتكم، ولكن لباس التقوى يمثل اللباس الذي يذهب عيوبكم ويمنعكم من أن تعيشوا عار الدنيا والآخرة وخزي الدنيا والآخرة. هو لباس يمثل بالنسبة إليكم قضية سلامة المصير، بينما اللباس الدنيوي المادي يمثل بالنسبة إليكم حاجباً يحجب عوراتكم، وعليكم أن تنظروا إلى عوراتكم المعنوية كما تنظروا إلى عوراتكم المادية، لتفكروا أن تلبسوا لباس التقوى وهو اللباس المعنوي الذي يصاحبكم في الدنيا وفي الآخرة. أما لباسك هذا فهو لباس الدنيا، ستنطلق في قبرك يسترك الكفن ثم ينتفض الكفن عنك لتبقى عاريا في قبرك، عاري الجسد في لحمه وعظامه، ثم تتعرض عظام من اللحم، ثم تتعرى العظام بعد ذلك من تماسكها لتتحول إلى تراب، وفي يوم القيامة تبرز كما يبرز الناس يوم القيامة، كما يقول الإمام زين العابدين عرياناً حاملاً ثقلي على ظهر. فاللباس هو لباس الدنيا، أما لباس التقوى فهو لباس الدنيا أولاً، لأنك بالتقوى تكون الإنسان الطيب في المجتمع، ولأنك بالتقوى تكون الإنسان الصالح في المجتمع، ولأنك بالتقوى تكون الإنسان الهادي في المجتمع، وهكذا يجعلك التقوى إنساناً تخدم الحياة بانضباطك في خط الله وبالتزامك شريعة الله، وتخدم الإنسان الآخر فيما تتحمل من مسؤوليته فيما يحملك الله مسؤوليته. وبذلك فإنك بلباس التقوى تستطيع أن تستر كل عوراتك الأخلاقية والروحية والعملية، لأن اللباس لا يستر فقط عوراتك، ولكن اللباس هنا يذهب عوراتك. التقوى يجعلك إنساناً تملك الأخلاق التي يحبها الله، وتملك الأقوال التي يرضاها الله، وتملك الأعمال التي تتحرك في محبة الله. هو لباس يغير وليس مجرد لباس يستر. فإذا جئت في الآخرة
فإذا جئت إلى قبرك دخل العمل الصالح وهو لباس التقوى إلى قبرك، دخل ليجعل من قبرك روضة من رياض الجنة. ثم إذا انطلقت إلى حشرك جاءك لباس التقوى هناك ليحميك من نار جهنم وليدخلك جنة الله. فأي اللباسين خير حتى تهتم به؟ هل هو لباسك الذي يستر جسدك، أو لباسك الذي يغير مصيرك والذي يسلم لك مصيرك؟ والله يقول: ولباس التقوى ذلك خير. فإذا عرفت أنه خير ودار أمرك بين الشيء الأعلى والشيء أسفل، فمن الطبيعي أن تختار ذلك. والله يقول لك: اجعل لباس الدنيا جزءا من لباس التقوى، تستر فيه ما يريد الله منك أن تستره، وتظهر منه ما لا يغضب الله أن تظهره. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. هذا النداء، هذا التوجيه، هذه الموعظة، هذا الخط من آيات الله التي يريد الله من خلاله أن يفتح عقلك وقلبك من أجل أن يخرجهما من أجواء الغفلة لعلهم يذكرون. يعني الله يعطيكم حقائق العقيدة وحقائق التقوى وحقائق الشريعة حتى تخرجوا من غفلتكم، وحتى تعيشوا في نور من مما يريد الله أن يفتحه عليكم من النور. ومعنى ذلك دائما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن التذكر: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. المسألة الإسلامية بالنسبة إلى الإنسان دائما أن لا ينسى، أن لا تنسى ربك، أن لا تنسى مسؤوليتك، أن لا تنسى آخرتك. ذكر نفسك دائما أن الله يراقبك وأنك ستقف بين يديه. ذكر نفسك أنك ستموت وأن الحياة ليست خالدة لك، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن عليك أن تدبر نفسك في آخرتك كما تدبر نفسك في دنياك. هالأمور دائما يحتاج الله يريدنا أن نتذكرها، أن لا يكون استغراقنا في أهلنا وأصدقائنا وأشغالنا وأوضاعنا يبعدنا عن ذكر الآخرة، لأن ذكر الآخرة هو الذي يحفظ لك خطواتك على الخط المستقيم، هو الذي يجعلك تفكر كيف تكون في أهلك إنسانا مسلما، كيف تكون زوجا مسلما، وكيف تكون أبا مسلما، وكيف تكون ابنا مسلما، وكيف تكون أخا مسلما، وهكذا بالنسبة إلى المرأة كيف تكون أما مسلمة وزوجة مسلمة وابنة مسلمة وأختا مسلمة. عندما تذكر الآخرة تذكر الله، وتذكر مسؤوليتك، وتذكر كل حركتك في أعمالك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني أنت إذا نسيت الله تنسى نفسك، يعني تنسى أن تخدم نفسك، تنسى أن تعالج نفسك، تنسى أن توجه نفسك، لأن الشهوات ستأخذك
وستكون مع الشيطان. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا نسيت الله في الدنيا فإن الله ينساك في الآخرة. الله لا ينسى لكن يعاملك معاملة المنسي. كيف أنت إذا نسيت واحد إجل عندك وانشغلت عنه أصلا ما بتعتني فيه ولا تلتفت له ولا تقضي حاجاته ولا شيء، يعتبر كمية مهملة. كذلك أنت إذا نسيت الله سبحانه وتعالى الله يوم القيامة يخليك كمية مهملة، هيك مثل واحد مرمي بالآخرة من دون أن يلتفت إليه أحد. لهذا دائما لازم نذكر الآخرة مهما. الآن بدنا نحكي سياسة لازم نذكر الآخرة، حتى إذا ذكرنا الآخرة كانت سياستنا سائرة على منهاج الله سبحانه وتعالى. نريد ندخل الحياة الاجتماعية، عائلتنا وعشيرتنا وطائفتنا والناس اللي حوالينا، لازم نذكر الآخرة حتى يكون سيرنا في كل علاقاتنا الاجتماعية منطلقا من مراقبة الله في ذلك ومن مراقبة المسؤوليات في ذلك. حتى وانت تعيش جوك العاطفي فيما يحب الناس بعضها بعضهم او يبغضون بعضهم او يبغضون بعضهم او فيما او في جوك الشهواني الغريزي فيما يتحرك الانسان ليلبي شهواته وغرائزه، اذكر الله في هذا المجال واذكر الاخره واذكر مسؤوليتك حتى تحرك غرائزك فيما احل الله لا فيما حرم الله، وحتى تثير شهواتك فيما احبه الله لا فيما ابغضه الله، وحتى يكون حبك من خلال ما يحب الله وبغضك من خلال ما يبغض الله. وهكذا في معاملاتك عندما تكون في المحل لتبيع أو على العربة أو في مقام العمل، وعليك في هذه الحال أن تذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا تبيع حراما ولا تشتري حراما، وحتى لا تغش الناس، وحتى لا تؤذي الناس، وحتى لا تأكل حقوق الناس. لابد للإنسان من أن يحافظ على أن يذكر الله في قلبه دائما. وهذا ترى شوفوا الآن المستحبات الشرعية، أن الإنسان دائما يستحب له أن يكبر الله وأن يسبحه وأن يحمده وأن يهلله وأن يشكره وأن يستعين بحوله. ليش هذه؟ أشياء مستحبة، سبب أن تجعلك أنت تذكر الله دائما. لما يعني الذكر الدائم يجعل الذكر اللساني بيعطيك ذكر قلبي، والذكر القلبي يتحول إلى موقف عملي في حياتك. ليش دائما مثل ما نكرر عليكم أنه بالأكل بسم الله الحمد لله الشكر لله، لما تضعف لا حول ولا قوة إلا بالله، عليك دائما أن تكون شهوتك بسم الله، أن تتحرك غريزتك بسم الله، أن تتحرك كل أوضاعك بسم الله، حتى لا تأكل حراما لأن الله لا يأذن بالأكل الحرام، وحتى لا تشرب حراما لأن الله لا يأذن بالشرب الحرام، وحتى لا تمارس شهوة من الحرام لأن الحرام لا يرضاه الله. دائما لما تتعود كل شيء بتعمله بسم الله. ليه؟ إذا في شيء حرام أنا متعود دائما لما أعمل أي شيء بقول بسم الله. إذا شيء حرام، ما معقولة واحد يشرب الخمر يقول بسم الله، أو يزني وبيقول بسم الله، أو يسرق وبيقول بسم الله، أو يأكل أكل حرام ويقول بسم الله؟ ما بتتناسب هذه مع بسم الله. ذلك من آيات الله، كل هالحكي اللي حكيناه تختصروا هالكلمتين، ذلك يعني ما وجهناه إليكم أن تواظبوا على تحافظوا على لباس التقوى وأن تهتموا بلباس التقوى أكثر من اهتمامكم باللباس الذي يستر سوآتكم. لا، الله يقول ذلك من آيات الله نقدمها للناس لعلهم يذكرون. يعني المهم
أن ما تنسى، المهم حافظ على أن يكون عقلك مفتوحا لله دائما وليس مغلقا عن الله. بعد يا بني آدم يذكرنا بالنسب، أنتوا أولاد مين؟ أنتوا أولاد آدم. ليه؟ تعرفوا الواحد لما يكون مثلا من أولاد شخص، هلا أنت كل واحد يقول أنا ابن فلان، ولما يقول ابن فلان عادة يحاول أن يعرف علاقات والده، مين اللي يعادي، مين أعداء والده، مين أصدقاء والده، لأن المسألة ما ترتبط فقط بالجو العاطفي، ترتبط بالجو العملي. يمكن واحد من أعداء والدك أنه هذا يعيش عقدة تجاه والدك وتجاه كل أولاده، هذا أنت مش لازم تعرفه، ولازم تعرف شو كانت علاقته مع والدك، ولازم تعرف أنه شو كان يعمل وشو هي مخططاته، مش هيك؟ الله بيقول انتبهوا، أنتوا مين؟ أنتوا أولاد آدم. آدم شو عمل معه إبليس؟ تعرفوا آدم وعلاقته بإبليس؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الفتنة يعني يزين لكم الأمور القبيحة لتروها في صورة حسنة، وليزين ليقدم إليكم الأشياء الخبيثة لتروها في صورة طيبة. دور إبليس، دور مرارا إحنا قلنا إبليس فد اختصاصي بالتجميل أبدا، فد مخرج أولا، هو يعني مخرج وممثل وأيضا عنده عيادة مال تجميل، هذا يعني الأشياء القبيحة بيعملها أشياء حسنة، هيك يصورها بطريقة معينة، هذا يعني هو ما يجملها. الفرق، طبيب التجميل يجمل الشيء، يعني واحد إذا أنفه مش مستوي وراح إلى طبيب التجميل، طبيب التجميل يجي أن يحاول على أنه يصلح له إياه يصير حقيقة جميل، لكنه لا، إبليس ما بيغير الجميل القبيح حتى يصير جميل، إبليس مصور مال تجميل، ما نقدر على أحسن شيء، يعني يحاول يغير الصورة. ما في بعض الناس هيك يعني في الصورة بحيث تكون مشوهة، يروح يعملها ظلال ويعملها هيك خطوط معينة هون وهون حتى يصير تنظر لها بشكل جميل، مش هيك هذا؟ وإلا هؤلاء الآن الممثلين ربما جماعة مشوهي الصورة، ولكن يطلعوهم بطريقة من الطرق يطلعوهم بصورة حسنة. إبليس دورة هذا أنه يجمل الصورة، بحيث فالأشياء اللي هي بحسب طبيعتها صورتها مشوهة يحاول يجعل صورتها لا صورتها طبيعية، أشياء القبيحة يحاول يجعل صورتها أشياء بحيث خبيثة، الخبيثة يجعلها طيبة، وهكذا دور هذا. وبهذا يفتن الإنسان، يجذبك، يجذب عينيك عندما يريك شيئا يخيل إليك أنه حسن، يجذب أذنيك عندما يسمعك شيئا يرتاح له سمعك، يجذب عقلك عندما يصور لك الأشياء بغير صورتها، وهكذا مثل ما الله سبحانه وتعالى حكانا عن جماعة هذا، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسن، يعني يجي يغريك، كما في كثير من الناس الذين يعيشوا بالحياة سواء على مستوى عادي أو مستوى اجتماعي أو مستوى سياسي أو مستوى ديني، أي مستوى بيجي إبليس قل على أنه أنت ما في منك، أنت البطل الذي ما بنعرف الدنيا إذا خلت منك راح تخرب الدنيا، هذا لأنه الله ما خلق قبلك وما بيخلق بعدك حدا مثل هذا، ينتفخ الإنسان هذا. يجوا الآن في كثير من الناس مداحين، في كثير من الناس كذابين مجاملين، في كثير الآن هلا أشوف لبعض الناس بس يصير له هيك شوية هيك بالدنيا إمكانات، وإذا يجي كل يوم بنفخه هيك بالكلام بالإشارات
بالأعمال بكل الطرق يحاولوا ينفخوا الناس هيك، فحتى إذا أخطأ يقولوا له خطأك هو الصواب، إذا أجرم جريمتك هي التي تمثل القانون. هلا ما في بعض الناس الآن ما عندنا شيء يسموه سرقة، شو معنى السرقة؟ أنت مالك وأنا ما إلي حق فيه، أنا بيجي أسرقك، سرقة شو بدها؟ شو نسميها؟ مصادرة، يعني هي نفس الكلمة. مين أنت حتى تصادر أموال الناس؟ مين؟ الحاكم الشرعي ما بيقدر يصادر أموال الناس إلا على حسب الخط الشرعي. يعني الآن الإمام النبي لما بده يصادر إذا ما في أساس شرعي نازل من الله ما بيقدر يصادر. الله ما أنت الآن بدل ما تسميه والله أنه هذا مصادرة سرقة بسميه مصادرة مثلا، أو بدل ما تسمي بعض الأشياء بعض الناس بدل ما تسمي أي بعض الأشياء أنها زنا قل بلي هذه حب مثلا هذا، أو وهكذا كثير من القضايا. كثير من الناس أيضا لما يجي مثلا يسمي الخيانة، في خيانة بس يحاول الخيانة يعطيها جرعة هيك من بعض الشعارات، الخيانة تتحول إلى إخلاص وهكذا. وليش عم يضيعوا الناس؟ عم يضيعوا الناس من خلال هذا الجو، أنه مثل ما وقلنا في حديث سابق أنه مثل ما الإمام علي يقول مشكلة الناس أنه واحد ما بيعطوه كأس باطل، لأنه لما يجيب لك كأس الباطل حتى تشربه ما بتشربه أنت، باطل يعني ما بتقدر تبرره. كذلك واحد يجيب لك كأس خمر ما بتشربه، لكن يخلطوا بعصير البرتقال، يبين عصير برتقال هذا مش خمر مثلا هذا، أو يخلط الباطل يسوي يعطيه شوية حق، جرعة من الحق، هذا المعنى. تشوف أنت هذا الباطل تبين صار حق هكذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. دور الشيطان أن يغري، أن يزين. لهذا الإنسان يحتاج كثير أن يكون واعي قدام الشيطان. ولهذا الله القرآن كله نداء للناس، يا جماعة ديروا بالكم إن الشيطان لكم عدو. وهون يا أيها بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم عن دينكم. هذه والفتنة أشد من القتل، الفتنة عن الدين بأن يخرجك من دينك، يجعلك في حالة فتنة بحيث تفتتن بالكفر وتفتتن بالفسق وتخرج عن دينك. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، لأنه المظهر الذي كان لحماية الله أو لرعاية الله لآدم وحواء هو اللباس الذي يواري سوآتهم، لكن بمجرد ما أدخلهم إبليس في التجربة صار عاريين، ولذا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة. أيضا يقول كما أخرج أبويكم من الجنة، ليش أخرج من الجنة أبويكم؟ على أي أساس؟ لأنه بيستوحش بالدنيا، يعني إبليس وحده شاف بالدنيا فبدوا جماعة يعيشوا معه فدلعهم يعني محبة فيهم حتى ما يستوحش. طبعا لا مش هيك، هذا أخرجهما من جهة عقدة الحسد ومن جهة عقدة الكبر ومن جهة عقدة العداوة، ولذا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخر الآية. فيقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم. هاي خطرة مشكلة هذه. هل العدو أنت الآن لما العدو ممكن تشوفه بشوفك تفهم كيف تضرب، تفهم أنه كيف بده يضربك، تفهم كيف تحمي نفسك منه بشكل بسيط، ترسم الخطة، خطة مواجهتك له، تدرس أنه هذا شو هي الفرص اللي عنده حتى يقصفك حتى يضربك، شو الفرص اللي عندك حتى أنت ترد بالقصف بمثله وحتى تضربه، هذا كله مفهوم عندك.
لكن إذا عدو كمين ما بتعرف منهم يطلع لك أبدا. كل ما بدك تطلع الدنيا ظلام من حولك، ما بتشوف وما عندك أي جهاز للإضاءة أبدا، ما في شيء. هذا طبعا هذا استعدادك لازم يكون مضاعف بألف مرة من استعدادك فيما لو كنت ترى عدوك ويراك عدوك. مش هيك طبيعة الأشياء؟ إذا بدك تحمي نفسك كون كل الاحتمالات تستحضرها في نفسك، وكون أنت تجتهد في طبيعة الخطة التي يمكن على أنك تواجهها. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. بس من وحده وجماعته، الله يعلم جماعتك قديش مثلا. طبعا هذا شياطين الجن، أما شياطين الإنس هم الله يعلم، الذي يتخفوا في لباس لباس يغري الناس. في عندنا شياطين كثير على مستوى رؤساء وعلى مستوى وجهاء وعلى مستوى علماء وعلى مستوى ما بتعرف كيف الأجواء. هذا هذا أنت بتشوفه بعينه لكن ما بتشوفه بحقيقته، ما بتشوفه بواقعيته، ما بتشوفه هو. وإذا شياطين من هذا الطرف ومن ذاك الطرف أيضا هم ما بنقدر نشوفهم إحنا، لأن في بعض الناس أنت بتشوفه لكن ما بتشوف حقيقته، لأنه متخبي ببعض الأغطية وببعض الأقنعة التي تحجب حقيقته عن الناس. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قل أنت إذا بدك تحمي نفسك من الشيطان البس لباس التقوى، مثل ما قارين أنتم يمكن بعضكم قارين بألف ليلة وليلة، في القصص الخرافية اللي بيذكروها بهالأقاصيص مع الألف ليلة وليلة وغيرها. طبعا ما بدي أعمل لكم دعاية لألف ليلة وليلة، لكن بدنا نأخذ فكرة إحنا. هذه مثلا شو بيقولوا بذاك الوقت، أنه في بعض الناس بيتزوجوا جن وبيروحوا يلاحقوهم ويروحوا يعملوا في شيء اكتشفوه اسمه طاقية الإخفاء. يعني هذا لما يلبسوا هاي طاقية الإخفاء قدام الناس وما حد يشوف، بحيث أنه ما حد يشوف هيك. هذا من المفتكرات الخيالية اللي عندهم هالشيء هذا، هاي طاقية الإخفاء. هنا في هالصورة إن بدنا نمثل هالمثال، نقول أنت إذا لبست لباس التقوى الشيطان بعد ما بيقدر عنك، ما بيشوفك بعد، ما بيقدر يدخل إلى قلبك، ما يقدر يدخل إلى فكرك، ما يقدر يدخل إلى حياتك، لأنه هون ما يقدر يسيطر عليك. طاقية الإخفاء، البس لباس التقوى، فإن لباس التقوى يجعلك وليا لله. وإذا صار الإنسان وليا لله بإرادته وبقناعته وباختياره فإن الله يحميه من الشيطان. لكن إذا صار بنائك جنابك أنت الآن، أنت حسابات الله مش ضابطة عندك، وأنت حاولت بكل إمكاناتك أنك لا تؤمن بالله ولا تؤمن برسله ولا تؤمن بدينه، وأنت سلمت نفسك للشيطان، الله بعناديك ما بتجاوب، يدعوك لا تستجيب له، بكل الوسائل يهددك يتوعدك يرغبك، ما حدا يسمع وما حدا يقشع. طبعا الله سبحانه وتعالى قل لك ما بتقبل أن أكون أنا وليك، أنا ربك، أنا خلقتك، أنا أنعمت عليك، أنا الذي أحييك، أنا الذي أميتك، وما تقبل أن أكون أنا وليك، فخلي الشيطان ينفعك. فمن كان لا يؤمن فقد جعل الله الشيطان، ومش الله جعل الشيطان نصب عليه ولي، لا، لأن طبيعة الإيمان، طبيعة عدم الإيمان بالله وبرسله تجعل الإنسان بشكل طبيعي وتابع للشيطان. ومعنى تبعية الشيطان هي موالاة الشيطان، لأن الموالاة أن تكون مواقفك مواقف الشيطان، وأن تكون كلماتك كلمات الشيطان، وأن تكون علاقاتك علاقة الشيطان، وبذلك تكون وليا للشيطان. وطريقة الشيطان معروفة، كمثل الشيطان
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هلأ صار الشيطان يخاف الله سبحانه وتعالى، قل لك أنا ما بقدر أتحمل مسؤوليتك، أنا ما بقدر، أنت روح تحمل مسؤولية نفسك، هذا أنا شغلي أن أشتغل معك الشغل، ليش أنت ما احترست من عندي والله حذرك من عندي. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. أنت الآن مثل ما يقول الإمام سلام الله عليه عن جهنم، أن الإنسان هذا الذي يعصي الله ضجيع حجر وقرين شيطان، شغلك هذا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهؤلاء الجماعة وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة بحسب المعنى المتداول بين الناس هي العمل الذي يتعلق بالجانب الغريزي، يعني اللواط، السحاق، الزنا، هاي يسموها عنوان فاحشة. لكن كلمة الفاحشة بالمعنى اللغوي هذه يعني تمثل كل عمل يتجاوز حد الله ويتجاوز حدود الله. فحش الشيء إذا تجاوز حده، تقول سعر فاحش، ما تقول الآن أسعار فاحشة. شو معنى أسعار فاحشة؟ يعني أسعار متجاوزة عن الحد الطبيعي للسعر مثلا. ألا نقول هذا أيضا كذلك؟ الفاحشة هي عبارة عن العمل الذي يتجاوز حده الطبيعي الذي رسمه الله. فكلمة الفاحشة يمكن أن تشمل كل كل الجرائم، كل السيئات مثلا. ويقال أن من بينها أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرات، يعني هن لما كانوا يروحوا طواف، طبعا من زمن إبراهيم موجود هذا، وأيضا استعمل عادة حتى بالنسبة إلى المشركين، لأن المشركين في مكة ما كانوا ينكرون وجود الله، كانوا يؤمنون بالله ولكن كانوا يعبدون الأصنام على أساس يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن الأصنام بها سر، وبحسب السر الموجود عندها يمكن على أنه إذا رضوا الأصنام فهي راح تتوسط لهم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كانوا يطوفوا بالبيت مثلا، لكن كانوا يطوفون بالبيت عراتا، باعتبار يقولوا إحنا ما بيصير الثياب اللي إحنا عصينا الله فيها ما بيصير نطوف ببيت الله فيها، لكن الجسد هو اللي عصوا الله فيه، هم نفس الشيء إذا كان هذا. فكان يقال لهم كيف تعملوا هيك؟ يقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وهذا المعنى إحنا يجب أنه نفكر فيه، نوسع الدائرة، يعني هذا أنه هالعقلية، عقلية أنه جماعة ما عندهم تبرير لأعمالهم إلا الجانب التاريخي، يعني ليش عم تعملوا هيك؟ والله هي عادات آبائنا، عادات أجدادنا مثلا. هذا أيضا كذلك كثير من الناس بعض الأعمال بيعملوها، شو يعني؟ والله هذه عادات، هذه التعاليم، تعاليم قياداتنا، تعاليم تاريخنا الذي عشناه في الحزب أو في الحركة أو في المنظمة أو في أي شيء. هذا شو أنت عارف شو طبيعة هالشيء؟ عارف أنه حلال، عارف أنه حرام، عارف أنه كيف يمكن أن ينطبق مع هذا المفهوم الإسلامي مع ذاك المفهوم الإسلامي؟ كله مش عارف، لا ما بعرف أنا، هيك إجت التعليمات، هيك فلان قالنا، هيك المسؤول قالنا، هيك القيادة قالتنا. هذا المعنى، هذا الله سبحانه وتعالى يريد يركز أنه الإنسان فيها المجال، يعني قصة كل عمل تعمله لازم تبرره عند نفسك، كل عمل. يعني أنا بقول لكم شيء دائما أقول لنفسي وبقول لكم، لأن الله عم يعلمنا، مش من عندي أنا بحكي لكم هالكلام. هذا النقطة، وهي أنه الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا، تريد تشرب، تريد تلعب، تريد تنام، تريد تستيقظ، أي عمل، تأيد واحد، ترفض واحد، تنشئ علاقة، تقطع علاقة، كل هالأشياء لازم قبل ما تعملها توجه لنفسك سؤال. ما هو هذا السؤال؟ هذا اللي بيعمله حلال أو حرام؟ مرة بتعرف حلال، مرة تعرف أنه حرام بدك تمشي،
مرة أنت ما عندك ثقافة، لكن الشخص الذي أمرك بهذا الله أمرك بأنه تمشي وراء. فأنت تقول صحيح أنا ما عندي، ما بعرف المستشفى، لكنه أنا القيادة اللي ماشي وراها قيادة شرعية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله إذا قال النشي خلص بدنا نمشي وإحنا مغمضين عيوننا. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا أنت حكمت حكم بدهم يقبلوه وما بيتضايقوا منه، سواء كان يعجبهم ما يعجبهم، فهموا طبيعته ما فهموا طبيعته، لازم الإيمان التسليم. كذلك إذا الإمام علي سلام الله عليه أو الحسن أو الحسين أو بقية الأئمة إذا فرضنا على أنه يعني أمرونا بشيء أيضا، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إحنا مع أهل البيت، الله أمرنا هيك هذا، وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا، الله أمرنا هذا. كذلك إذا ورى واحد مجتهد عدل، يعني من العلماء الذي هم يملكون الاجتهاد ويملكون العدالة، وهذه مثل ما العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قالوا وكيف دخولهم في الدنيا؟ قال دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان. فإذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم، يعني بحيث مستعد يعمل المحرمات في سبيل الدنيا. هذا أيضا إذا المجتهد العدل اللي أنا أرجع له أو الذي هو محل الثقة، أنا أخذت بقوله أيضا ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلد. إذن لما أنا عندي فكرة عن القيادة اللي هي تركز لي الأوامر والنواهي والتعليمات، إما نفس القيادة أو الجهات التي تتحرك من موقع القيادة، أنا هم عندي عذر فهمان القصة. أما إذا واحد ما بعرف منين بياخذ تعاليمه، منين بياخذ أفكاره، على أي أساس يأمر، على أساس ينهى، بكرة الله إذا سألني شو بدي ليش عملت هيك، والله فلان قال لي، والله العشيرة قالت، والله أهل البلد قالوا، والله الطائفة قالت، أو ما إلى ذلك، المسؤولين قالوا، قال لي مين العشيرة، مين أهل البلد، مين الطائفة، مين المسؤول، مين هولي شو. أنا قلت لك اعمل برأيهم، اعمل بكلامهم، اتبعهم، والله الناس كلها كانت معهم، خلي الناس كلها كانت معهم، هون الناس كلها كانت مع قريش، الناس كلها كانت ضد نوح، يعني معناها الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه افتهموها أنه الآن إحنا الحكي كله بالجو الذي إحنا نعيشه، أنه شو؟ والله كل الناس مع فلان، كل الناس مع فلان، لكن الناس هل يمثلون حجة بينك وبين الله؟ هذا من السقطة. أنت الناس الآن إذا اتبع الناس أهواءهم ما يمثلوا حجة بينك وبين الله. أيضا لما تقول يا ربي بكرة يوم القيامة، خلينا نشوف إحنا بدنا نحكي مع الله يجاوبنا، لما إحنا نحكي يسألنا الله وبنجاوبه، نشوف في اعتراض أو ما في اعتراض. إذا ما في اعتراض نتبنى المسألة، إذا في اعتراض بدنا نفكر. هلأ عملنا عمل شو يا ووقفنا، أجانا ملك الموت ورحنا وصلنا يوم القيامة، سأل أنت ليش عملت هالشيء؟ قل له يا ربي والله أهل البلد بالـ190 هيك، أو أهل المنطقة بالـ190 هيك، كلهم هيك. قالهم لك شو أهل المنطقة؟ يعني هؤلاء أنبياء؟ لا. أئمة؟ لا. مجتهدين؟ لا. اعتمدوا على أيضا خط واضح صحيح؟ لا. إذا شو دخلي أنا فيهم؟ ما لي دخل.
أنا قلت لك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس، شو بتجاوب الله؟ إذا عندك جواب امشي على هالخط، لكن لما ما عندك جواب كيف بدك تقف أمام الله سبحانه وتعالى غدا؟ هاي النقطة لازم إحنا دائما نفكر أن ندافع. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لهذا إحنا لازم نمشي بأحد خطين، إما أن نعرف أن هذا العمل الذي نعمله 100% هذا العمل مطابق لأمر الله ونهيه، أو إذا ما نعرف نعرف أن الذي أمرنا الله باتباعه واحد من اثنين. أما هالعمل أنت ما تعرف حلاله وحرام، اللي أمرك أيضا ما تعرف أنه هذا هو يمكن أن يكون مسؤولك أمام الله أو ما يمكن يكون مسؤولك، إذا ما تعرف كيف توضح حالك بهالموضوع، هذه كنت فكر. وهذه ما في فرق، يعني الله عم يحكينا عن عقلية هوليك. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وأكثر والله أمرنا بها. بعض الجماعة يعني حاولوا دائما يبرروا أعمالهم بأن الله أمرنا بها. الله منين جبتوا أمر الله؟ منين؟ على أي أساس؟ وهو المصدر؟ شو هو اختصاصك؟ ما حد. والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا عمل جريمة، هذا عمل سيء، هذا عمل فحشاء، ما ممكن تنسبوه لله سبحانه وتعالى. عندما تجرمون وعندما تظلمون وعندما تبغون بالأرض بغير حق وعندما تسرقون أموال الناس وتعتدون على حياة الناس وعلى أعراضهم، الله ما بيأمر بهالشيء. قل إن الله لا يؤمر بالفحشاء يا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعملون. الله شو بيأمر؟ قل أمر ربي بالقسط، الله أمر بالعدل، أن تنظر ما لك من حق وما للناس من حقوق عليك، وأن تنظر أيضا أن لا تكون قوتك أساسا لتأمرك على الناس، بل أن لا تتصرف مع الناس إلا بخلال ما تملكه مما سلطك الله على الناس. القوة لا تعطيك شرعية، الموقع الرسمي لا يعطيك شرعية، الموقع الشعبي لا يعطيك شرعية، الذي يعطيك شرعية هو أن تكون في موقع أذن الله لك من خلال القواعد الشرعية، أذن الله لك بأن قل الله أذن لكم، أنتم بهالموقع الله أذن لك، أخذت إذن من الله أو لا؟ أخذ الإذن من الله، أن يكون موقعك من خلال ما يشرعه الله سبحانه وتعالى. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أنتم عم تفتروا على الله في هذا المجال. قل أمر ربي بالقسط فكونوا مقسطين، يعني كونوا العادلين في أنفسكم والعادلين في الناس من حولكم، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أقيموا يعني املأوا المساجد، لا تتركوا المساجد، احضروا المساجد، وأقيموا وجوهكم لله عند كل مسجد، لا تقيموا وجوهكم لغير الله. هذا النداء موجه لكثير من الناس الذين لا يريدون لأبنائهم ولبناتهم ولأقربائهم أن يأتوا إلى المسجد. الله جعل المسجد ليعبد فيه، الله جعل المسجد ليتذكر الناس ربهم فيه، ليتذكر الناس آخرتهم فيه، ولهذا فإن المسجد يمثل موقع القوة في مسألة الالتزام وفي مسألة التقوى وفي مسألة الجهاد في كل المسائل. لهذا فكرة أن تتركوا المساجد معناه أن تتركوا الانفتاح على مواقع العبادة لله سبحانه وتعالى. لهذا هل معنى يعني حقيقة الإمام الخميني تعبيره رائع جدا، يعني لأنه فعلا إحنا بمعركة، يعني معركة عسكرية ومعركة دينية ومعركة سياسية، عندما يقول مساجدكم متاريسكم، يعني بمقدار ما أنت تحافظ على المسجد
بمقدار ما عندك فد شيء تستطيع أن تحمي نفسك من كل القصف الفكري والقصف الروحي والقصف الأخلاقي والقصف السياسي الذي يوجه إليك. إذا خليت مساجدنا فمعنى ذلك أن قوتنا تفرغ من داخلنا، هذه نقطة. وأقيموا وجوهكم، أقيموها لا تخلوها من هون ومن هون، عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. افتحوا قلوبكم لله، أخلصوا دينكم لله، أخلصوا حياتكم لله، لأن الله هو الذي كما بدأكم تعودون. كما أنه بدأك وحدك فستعود إليه وحدك، كما دخلت الدنيا عاريا فستخرج من الدنيا عاريا، ولكنك دخلت الدنيا وليس على ظهرك أي مسؤولية وخرجت منها وظهرك مثقل بالمسؤولية. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال. الناس على قسمين عندما يعودون إلى الله، يعود الناس فريقين، فريقا هدى الله لأنه اختار الهداية، وفريقا حق عليه الضلال لأنه رفض الهدى واختار الضلال. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هولي اللي شياطين، مش بس شياطين، نلتفت إحنا فقط للشياطين الجن، لا حتى الإنس. هذا هلا في عندنا جماعة الذي يتخذ أمريكا وليا وأوروبا وليا وبعض الدول العربية وغير العربية المنحرفة عن الله وليا وبعض الجهات المحلية وليا. هذا نفس الشيء، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، بناهم على حالهم أنه لا ماشين طريق الهدى. هذه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لهذا الإنسان لابد له من أن يستعين دائما بلقائه مع الله، بمناجاته لله، بانفتاح قلبه على الله، بذكره لله دائما، حتى يستطيع أن يتعرف طريق الهدى وطريق الضلالة، وحتى يعرف نفسه هل هو ضال أو مهتدي، حتى إذا قدم على الله غدا يقدم عليه وهو مطمئن النفس إلى إيمانه وإلى ربه، ليأتيه النداء من قبل الله: يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والحمد لله رب العالمين.